تقبل واحد من رموز النادي الافريقي في كرة السلة. اكيد جمهور الكلوب ديما في نجد الفريق نتاعو. لطخت فرع الشيخة سماوة هكا حبيت النادي الافريقي يحكينا عليها اكثر. اكيد لاعب الافريقي هشام الزاهي واحد من رموز النادي. هشام اهلا بيك. اهلا بيك واسلام، مرحبا بالمستمعين كل. اول حاجة هشام نحن نشكرك خاطر خرجت لنا ظهر لي من لونترينمون هكا ولا والله كي نخش عليك حاضر. يعطيك الصحة، شكرا ليك خويا. باهي هشام، اكيد ظهر لي جمهور الكلوب ظهر لي الوحيد اللي يمكن في ظل الناس الكل ناسية رياضات القاعات في الكلوب الهوند والباسكيت. جمهور الكلوب اكيد مرة اخرى يصنع الحدث وينظم لكم ليكم انتوما سماوها هكا لطخت فرع الشيخة. نعرفوا فرع الباسكيت في الكلوب فرح برشا جمهور الكلوب اكيد منذ عامين ثلاثة تقريبا لميتوا الالقاب الكل. ديما ظهر لي تفكركم كالجمهور، باقي الكل متناسين انتوما ظهر لي ولا؟ وي بيان سور، في ظل كرة القدم بيان سور تجي من بعد الباسكيت والهوند ديما الفيترين هاي الفوت، دونك احنا نعانيو شويه في بريك. مي اوريزمون كيما قلت انت توا هذايا بالسي بروتيكت اللي عاملين في هشام بوتيكو وهاشم شعباني معاهم من عمرون اللي حطنا كونتاكت كل مع بعض، دونك هذايا باش نجموا نعاونوا بها فريمون، ينجم يكمل يتواصل فرع الباسكيت وعلى خاطر وصلت معناتها كيما نقولوا بلا ما عادش فما منفذ، فهمت فريمون. انا وليت خايف على الفرع هذا واحد معناتها فيه 21 سنه بالكابر، في رافي يضمن حل وشيء يخوف ولا معناتها ولا يلعبوا بالمستقبل النادي، فهمت دونك فوالا. صحيح. بي لي كونديسيون شنو معناتها هشام اللي تعيشوا فيهم؟ ظهر لي ظروف صعيبه على الاخر، قد عندكم خفيف الشهري مثلا هشام؟ والله عندنا يعني برشا هذيك مستانسين بها، مشكلة فيش مي الفيزافي معناتها ما عندكش فيزافي تحكي معاه. تو سي عبد المليون سي هو حط معناتها دي جون في باله باش يقعدوا معناتها دي فيزافي باش لو مينيموم معناتها يوفروا ما توفروش لا محالة، ما نجموش نلوموا كل شيء نرجعوه راه تو سي عبد السلام وكل مي الله غالب. تو لازمنا نهزوا مع بعضنا الجمعية الناس الكل اللي بالقدير وقدر، وراه كيما سي حمادي يعطي يرحم والديه كيما كل تلميذ اللي يعطي 20,000 يرحم والدين والديه، والله بالحق معناتها فريمون شيء الفرع هذايا معناتها كيف داروا له توا حب النادي الافريقي معناتها فريمون اشعر الحم معناتها اللفه هذه اللي عاملين هنا. تنجم تكون حل هشام بالوضعيه ولا جست فقط حل وقتي حتى هذا؟ نو نو مومونتاني مومونتاني امبوسيبل، لازم ستركتور، لازم ولاد النادي يرجعوا. راه انا واحد من الناس وصلت معناتها بريود ما عادش نعقل في النادي الافريقي اللي تربيت فيها معناتها تيلمون وقش عليا وليت انا دخيل على النادي الافريقي معناتها يحبوا يخرجوا الواحد هذاك اللي وصل الجمعيه للوضع هذايا معناتها وضع خطير برشا. وهك ترى معناتها في الوضع الخطير برشا شكون تلقى؟ تلقى اولاد النادي، تلقى جمهور، تلقى اللي عاون ب 100، اللي عاون مليون كيما اللي عاون برشا فلوس معناتها هذاك اللي تلقاه معناتها فريمون. معناتها انا قلت كلمه نهار قلت كلمه العقليه سي با هكاك جات على مخي، قلت عشتها وحسيتها وتربيت فيها فهمت دونك. هذا تو قاعدين نرجعوا ان شاء الله باللمة الكل نتاع الحبايه هذي اللي قاعدين يعملونا في اللقطه يرحموا نديهم، حبوا يوفرونا سالير وكل قلت تربي في يوفرونا دو سالير معناتها حبوا يعملوا مجهودهم على الاخر فهمت، ونشكرهم بالمناسبه هذيك. دورك انت هشام لهنا كابيتان في ليكيب مع الوليدات الصغار معناها الشبان، نتصور متقلقين من لي كونديسيون هذا، شنو كيفاش دورك انت؟ كيفاش عدت لهم الميساج نتاع الصبر هشام؟ والله شو نقول لك صعيبه برشا، صعيبه صعيبه برشا، صعيبه برشا، صعيبه برشا برشا، فهمت على خاطر ديما نقول لهم اصبروا 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 فريمون فريمون لي كونديسيون صعاب ياسر معناتها سيرتو معناتها هذوما اللي جات نتاع الفيفا وكل معناتها تعرف فلوس تبدا جاي الباسكيت تتنيتها تدور من الغادي للفوت فهمت سي ديفيسيل معناتها واحد ولا حتى مع لي جون يعني بلو كريديبل معناتها فهمت. نقول لهم سي با سا راهو الكلوب اصبروا معايا شويه تشوفوا الكلوب كيفاه معناتها ترى معناتها حتى ولاد جمعيه اللي وجعني انا ولاد جمعيه يخرجوهم معناتها الطريقه يقول بعد مشكله فيش يتسبوا كيما نعيم ضيف الله كيما لفعت شويه كيما سيف بن معت كيما توا لو جون اللي تالونتيو دو متر 11 بيرس العشي مشى لاسبانيا مع فل تعقد فهمت. هذا كل مناش من الدخاليه من الواحد على ذاك يلزم ولاد الكلوب توا انا هنا منعم معناتها نتهز ونتلطخ كيما يقولوا ونجيبوا بالفلوس وكل دونك ولو انه مش دوركم معناها نورمالمون ولو انه مش دوركم نورمالمون تركزوا على التيران انتم هشام تلقاو روحكم تلعبوا في برشا ادوار معناها. لا لا انا لعبت جد بريود عملناه ولطف عام لا يوريك عملناه لعبنا فيها اول مره في حياتي نلعب فيها، ولعبت لونترينور لعبت
المسير لعبت كابيتان لعبت الخور لعبت كل شيء فهمت الحمد لله ده كل زادي قوية كراهو معناتها واحد ما يتشكاش عمري ما نتشكك يلزمني نعمل هاك وباقي نقول مقصر في مع الكلوب فهمت إلى موندر دي شوت كما واحد بوه ولا أمه لا قدر الله معناتها ما ينجمش يبدا ما عندوش خدمة وكل يوم كنت تخرج تعاون بوه في نورمال فيه فهمت في ظل الصعوبات هذه الكل هشام عندكم استحقاقات قادمه فما شانس جمهور الكلوب يصنع تيتر سنه ولا صعيبه المهمه برشا والله فما كلوبون معروف انا امبوسيبل ني با كلوبيست فهمت بالظروف هذه بدي رجعنا مؤخر وكل ما طالعين باش نحاربوا على الماريور ويعرفوني الاولاد الجمهور كيقول حاجه راهو صحيح هما مع الحاضرين اكثر يوم شهرين ثاني واحنا فين رجعنا وكل مي فريمون حاطين في مخنا ما عطيناش قاعدين هكاك نجيو نترينيو ونضحكوا لعب فريمون عاطين كل في الكل وفهمت وهكترا غيان كو ترا معناتها اللطخه هذه ويزو وفرونا دو سالير وكل فريمون يلزمك تحشم على روحك معناتها يلزمك تمشي القروان باش تكلع تروح وتروح فهمت تو سيرتو اللي بيه فايده لا ستركتور اذا ما ترجع نتاع النادي الافريقي راهو سي با الالقاب ما حاجتيش بالالقاب نحب كي نبدا نحوط في داري نقعد ناكل بابا امي ما نلقاش جيران بالحق ما نلقاش جيران في داري حول سي سا لو كلوب افريكان اللي تربيت عليه شكون تقصد يا شيخ؟ قلت يعني قلت لك قلت لك خمسة كلوب راهو سي سي ديغنيغ زاني خمسة برك ما عادش راه معناتها كيما قلت لك خواته وبوه وامه واحد في الكورجيني في البارك فهمت توا هاو قاعدين يتلموا قاعدين ان شاء الله سي عبد السلام زاد قال صحيح قال غلطت وكل توا الناس كل اللي يزيو بلا سبب يزيو ما انا با لو شوا اون اي دو مور يا باش نقدموا يا باش نغربوا دونك سي عبد السلام عاونوه قال لك باش نعاونوا باش نحاول نمسك بالنادي الافريقي وكل شيء دونك الناس كل دز فرد فرد سونس ما نقعدوش شادين نجبدوا التالي وكاهو ان شاء الله نقدم خير واضح يعطيك الصحة شكرا لك هشام الزين مشكور جدا عاودها خاطر خرجنا من لونترينمون شكرا لك وان شاء الله فريق بابي جديد يتلافى المشاكل المالية اللي قاعد يعيش فيها هكا نوصلوا نقطة النهاية في فير بلاي اليوم شكرا عليا باشا في الإخراج شكرا الناصر الساكر اللي أمنكم اللايف ستريمينغ على الباج نتاعنا غدوة ملتقانا في نفس التوقيت نتلاقى المرة الثالثة نستقبلوا ضيف باش يكون معنا لاعب باريس اف سي لاعب الكلوب السابق لاعب الإسبيرونس لاعب ملعب التونسي راه لويس جي اس كا علي العابدي غدوة ان شاء الله ضيفنا في فير بلاي اجمل